يرفض إنريكو السورتو أن يحرم تلاميذه من التعليم بسبب جائحة كوفيد-19 التي أرغمت إندونيسيا على إغلاق المدارس، فيركب دراجته النارية كل أسبوع للتوجه إلى بلدته النائية في كينلان. بعدما بدأت الحكومة تطبيق نظام التعلم عن بعد بواسطة الإنترنت، واجهتنا تحديات في المنطقة بسبب تضاريسها وطبيعتها الجبلية والتي تجعل استقبال إشارة الإنترنت ضعيفة للغاية. وجد المدرسون أن الحل الوحيد هو الوجود إلى جانب التلاميذ وتوفير التعليم لهم في المنزل. وقد انطلق مدرسون آخرون أيضا على الطرقات متحديين الفيروس والأمطار الغزيرة والدروب الموحلة لتوفير التعليم المنزلي في أرجاء هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا. فثلث الإندونيسيين البالغ عددهم 260 مليونا يفتقرون إلى خدمة الإنترنت، وبعض البلدات لا تحظى حتى بالتيار الكهربائي. التحدي في منطقة نائية كهذه يكمن في ضعف استقبال الإنترنت. أيضا لا يمكن لهاتفي سوى إرسال رسائل نصية فقط، لا أملك هاتفا ذكيا يمكن أن يكون متصلا بالإنترنت. وقد اضطر نحو 70 مليون طفل وشاب في البلاد إلى ملازمة المنزل منذ إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي في آذار مارس لتجنب انتشار الفيروس، ولم تعلن السلطات موعداً لاستئناف المدارس، فيما يحذر علماء أوبئة من أن الوباء لم يصل إلى ذروته في البلاد بعد.